عودة النازحين إلى ديارهم ترتبط بجملة أنشطة يجب أن تستبق هذه العودة، تتمثل بمعالجة القنابل غير المنفلقة وتفكيك البيوت المفخخة في الجانب العسكري، وتقييم الأضرار في البنى التحتية وإعادة الضرورية منها في الجانب الخدمي والإنساني من قبل الحكومات المحلية والاتحادية. فالنازحون يفضلون ديارهم رغم خرابها. موضوع الألغام، المواد غير المتفجرة في بعض المناطق، بعض مناطق مدينة الرمادي، هيت وغيرها، تشكل تحدي كبير بالنسبة للسلطات المحلية والمنظمات الإنسانية. موضوع عودة البنى التحتية والمرافق الأساسية بشكل خاص خدمات الكهرباء والصحة تشكل أيضا تحدي كبير بالنسبة للمنظمات والجهات الحكومية لتحقيق عودة سالمة للأخوة النازحين. مرحلة إعادة الاستقرار والتي تبدأ بإزالة العبوات والمقذوفات وتفخيخ المنازل والشوارع، ومن ثم نبدأ بالتنسيق مع برنامج UNDP بالأمم المتحدة، وهو المعني بإعادة الاستقرار، وهو توفير الحد الأدنى من الخدمات، ومن ثم يبدأ دعوة العائلات إلى الدخول إلى مدينة الفلوجة بعد أن توزع لهم استمارة أمنية ويتم تجهيزهم أمنيا، ومن ثم تبدأ عملية إعادة النازحين إلى داخل مدينة الفلوجة. وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يقارب 50، تتضاعف معاناة النازحين من الذين لا يملكون خيمة تقيهم الحر، وهم كثر، لا سيما من الذين نزحوا في الفترة الأخيرة. على الرغم من تشكيل الكثير من اللجان وصرف مليارات الدنانير من قبل الحكومة على مخيمات النازحين، إلا أنها وبحسب متابعين أصبحت هذه اللجان مرتعا للفساد، والدليل معاناة النازحين التي لم يخفف عنها. كل من كانت له صلة بملف نازحي الأنبار طيلة السنتين الماضية متورط في قضايا فساد، هذا لا يقبل الشك. من منحة المليارين اللي استلمها السيد صالح المطلق وشكل لجنته الشهيرة، إلى هذه الملايين اللي تصرف باستمرار وما حد يعرف وين تروح. وأمامك النازحين إما مأجرين على حسابهم مساكنين، أو في العراء وعايشين على ما تقدم منظمات المجتمع المدني. طيب وين الجهد الرسمي؟ المنظمات الدولية والمحلية استطاعت أن تسجل لها بصمة في ملف النازحين لتمكنها من توفير بعض المستلزمات الضرورية لهم في فترة قياسية، فيما تعمل اللجان الحكومية بشكل بطيء بسبب البيروقراطية الوظيفية، سيما وأن موجة النزوح التي رافقت عمليات تحرير الفلوجة زادت من حجم التحدي بالنسبة للحكومات المحلية واللجنة العليا لإيواء النازحين. المعوق اللي خلى استجابة المنظمات أكثر من الحكومة حقيقة ضعف التنسيق الحكومي، لكن في رأيي ضعف التنسيق وربما بعض التجاذبات السياسية أصبح الضحية هم النازحون. من بغداد، وليد الشيخ، الحرة.